وللمزيد من التحليل ينضم إلينا السيد وائل مكارم محلل أسواق ICM Capital. أهلا بك أستاذ وائل. يعني وضع الطقس في تكساس وتسببه في تعطل إنتاج الخام هناك لليوم الخامس، هل المشكلة هذه باتت اليوم تهدد الإمدادات النفطية العالمية؟ شكرا على استضافتك. صراحة عم بصير يعني عادة نحن نشهد هذه العوامل، خاصة عوامل الطقس أو بعض المؤثرات أيضا اللي بتأثر على أسواق النفط لفترة زمنية معينة، وهذا الشيء اللي عم بصير. يعني اليوم رح يصير في انحصار تدريجيا لهذا الموضوع، ورح ترجع الإمدادات تطبعها. بس اليوم تعودنا على شغلة بظل الإيجابية والزخم، التداول المصحوب بالزخم اللي عم نشوف الأسواق، تعودنا شوي على تضخيم الأمور. يعني اليوم الشيء اللي عم بصير كإمدادات فقط عم بيعكس بشكل كثير قوي أيضا على الأسعار، اللي هو شوي نوعا ما عم بيكون مضخم إضافة للعوامل الأساسية الأخرى. بس باعتقادي إنه هذا الشيء ممكن يعني يرجع لطبيعته خلال بعض أيام. توقعاتك يعني أن هذه الأزمة ستستمر لأسابيع؟ عفوا الصوت غير واضح. اللي عم نحكي إنه اللي عم يصير بالأسواق خاصة يعني هذه العوامل هي فقط يعني لبعض الوقت، وليست عوامل مستمرة معنا يعني لفترة من الزمن. المفروض الحسر ويرجع يعني صف تأثيره على الأسواق، وترجع الأسواق تعرف العودة للطبيعة اللي عم نشهدها. نعم أستاذ وائل، أيضا ما السيناريو المتوقع للنفط؟ هل تتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار النفط الفترة المقبلة؟ بس نحن اللي عم نشوفه كنا عم نتوقع بعض التصحيحات، يعني بعد الرالي اللي صار خلال الأيام الماضية، يعني قبل ما دخل موضوع تكساس على الخط، نحن عم نشوف فترة قليلة شوي الأساسيات في الأسواق والرالي اللي صار، فعم نتوقع بعض التصحيحات. ولكن مع دخول بعض العوامل يعني منها موضوع تكساس ومنها أيضا بعض التوترات اللي كانت عم تصير في المنطقة، هي اللي عم ترجع أيضا تدعم الأسواق بالإضافة للعوامل الأساسية الموجودة كالتزام منتجين النفط بالخطة اللي هن فيها. نتوقع نحن يكون في بعض التصحيحات السعر، ولكن المدى كالاتجاه العام بعضه باتجاه صاعد، بس نفضل نشوف تصحيحات في الأسعار. نعم، أيضا هناك ترقب لقرارات الكونغرس بشأن حزمة بايدن للتحفيز المالي تريليون 900 مليار دولار، ما توقعاتك لهذه الحزمة؟ اللي عم نشوفه بعد الارتداد اللي صار خلال يعني خاصة الأرقام اللي أظهرت امبارح تحصن مبيعات التجزئة، ارتفاع أيضا مؤشر أسعار المنتجين، أي شيء عم ترجينا بعد فرق من الاقتصاد الأمريكي عم بيرجع أقوى خلال شهر واحد أو خلال بداية العام، وهذا الشيء بيرجع بيتطلب هون بعض النظر انه في حال بيحتاج الاقتصاد الامريكي لهذا التحفيز اللي قيمته 1.9 تريليون، باعتقادي رح يكون في تروي شوي بهذا الموضوع، وخاصه لما عم نشوف نحن بعض المؤشرات الاقتصاديه عم نشوفها عم ترجع بقوه، ايضا من ناحيه فيروس كورونا عم نشوف انحسار وانخفاض بعدد الاصابات، وهيدا بينذر بعوده الحياه شوي لطبيعيتها او عوده الحياه الاقتصاديه. طبعا برايي في بعض التروي رح يسود موقف، ورح ايضا يكون في بعض التعديلات على الحزمه، لانه في حال نحن شفنا هيدا التحسن وايضا اضطنا حزمه تحفيز 1.9 تريليون رح يكون وقع قوي جدا على موضوع التضخم، ممكن يحطنا امام مشكل او عائق اخر للاقتصاد. نعم، أيضا قرارات الفدرالي الأمريكي بشأن مواصلة سياسته النقدية لفترة طويلة، على ماذا تدل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟ صح، الاحتياطي الفدرالي يعني كما لما الأسبوع الفائت رئيس الاحتياطي الفدرالي شيرون باول التنميح، هو التركيز عم بيكون على البطالة. أما إحنا شفنا اليوم مثلا مؤشر مبيعات مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات بقطاع الصناعة عم بترجع شوي عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته، وأيضا مؤشرات التضخم كانت عم ترتفع مبيعات التجزئة، ولكن التوظيف هو رح يبقى العامل الأساسي اللي عم بيكون الفدرالي حاطه كنظير أول، وهو رح يكون عم يتبع له. ففي حال إحنا شفنا تحسن بأرقام التوظيف، هذا الشيء رح يدفع شوي الفدرالي للنورماليزيشن أو عودة السياسة النقدية لطبيعتها بوقت أكثر، ولكن في حال إحنا الاقتصاد عم يفشل إنه يزيد من الوظائف، هذا الشيء رح يأكد ويزيد من الحضور إنه الاحتياطي الفدرالي يستمر في السياسة النقدية الحالية لوقت أطول. نعم، أيضا أستاذ وائل، ما المستويات برأيك التي يستهدفها الذهب؟ مستويات الذهب بشكل سريع عم نشوف، يعني شفنا احنا الذهب كان عم تقريبا 1970 امبارح، كل ما هي عوائد السندات عم ترتفع مؤشرات التضخم او توقعات التضخم تقريبا عند مستوياتها، بحيث انه العوائد السندات عم ترتفع بوتيره اعلى من مستويات تضخم الذهب، بشوف المزيد من الهبوط ممكن يكسر مستويات 1760، ولكن الشرط الاساسي ليرجع الذهب يرتفع كبح الاحتياطي الفدرالي لارتفاع عوائد السندات واستمرار ارتفاعات مؤشرات التضخم، هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يرجع يدفع اسعار الذهب مجددا لارتفاعات فوق 150.
نعم أستاذ وائل مكارم محلل أسواق ICM Capital، شكرا جزيلا لك.